مساء الخير مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية نستهلها بأبرز العناوين. الشرطة الموريتانية تفرق بقوة وقفة لحركة مقاطعون أمام مبنى اللجنة المستقلة للانتخابات. فواصل يحشد أنصاره في ساحة ابن عباس خلال مهرجان كسب رهان التغيير. ولاية ترارز حضور قوي لفن الفلكلور الشعبي في الحملة الانتخابية. وفي نشرتنا أيضا ومهمات ملحة تنتظر الإنجاز رغم تعاقب العمد والنواب. أهلا بكم إلى التفاصيل. فرقت الشرطة الموريتانية بالقوة وقفة احتجاجية نظمتها منسقية المعارضة الديمقراطية المقاطعة ومجموعة من شباب فبراير أمام مبنى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. واعتبرت المنسقية ونفض الاعتصام السلمي الذي تنظمه الحركة يؤكد استمرار النظام الموريتاني في نهجه القاضي بتنظيم ما سمته المزلة الانتخابية المقررة في 23 من نوفمبر الجاري على حد تعبير المتظاهرين. مختار بابتاح ومزيد من التفاصيل. لغة الإصي والهراوات والمناوشات بدت ولأول مرة في هذه الحملة الانتخابية أمام مبنى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بين أنصار منسقية المعارضة وعناصر من الأمن الموريتاني. فض الاعتصام بالقوة والضرب المبرح لكل من تجرأ على الوقوف على باب اللجنة حتى ولو تعلق الأمر ببرلمانيين مغاضبين. مقاطعين مقاطعين للمهزلة رافضين، شعار ترفعه منسقية المعارضة قبل الاقتراع بأيام قليلة في ساحة سياسية تتنافس فيها الأغلبية الحاكمة مع أقطاب من المعارضة. وجاء فض الاعتصام بعد وقفة نظمتها منسقية المعارضة احتجاجا على ما سمته مهزلة النظام التي تقصي منها شريحة واسعة من الشعب الموريتاني. مشكلات حزبية أساسية من المعارضة التاريخية ما يمشارك في اللعبة السياسية، وهذه المشكلات هذه عرفت بدورها الريادي في المراقبة على الحكومة داخل البرلمان، يسهم من خلال محمد المصطفى والبدر الدين، ويسهم من خلال يعقوب اللموين إلى غيرهم من النواب، معناها عن صبح الواقع السياسي جديد، لا يعود ذاك الدور الرقابي اللي كان يقوم به النواب الكفاء خاص. أنصار المنسقية المغاضبون يتهمون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بإقصائهم من المشاركة في العملية السياسية وإبعادهم من المشهد بشكل كامل. لأنها قاسية شريحة كبيرة من الموريتانيين، من الشباب والنساء من الشعب الموريتاني ومن الأحزاب المهمة في البلد، وإحنا رفضنا تكريس الواقع. وتبقى منسقية المعارضة الديمقراطية طيفا سياسيا يصيح بهتافاته الداعية للمقاطعة، فهل ستؤثر شعاراتها على الانتخابات أم أن أنشطتها مجرد صيحة في واد لن تلتفت إليها قافلة الرئيس وصحبه وحتى خصومه المشاركين؟ مختار بابتح، الوطنية، نواكشوط. ومعنا في الاستديو الأستاذ أحمد الحمدان مسؤول الإعلام في المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية. مساء الخير أحمد. أهلا وسهلا. لماذا تحاصرون مبنى مؤسسة رسمية وتحاولون منعها من مزاولة عملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ظاهر لي على عن السؤال اللي يرجع كان مطروح، لماذا الشرطة تقمع وقفة سلمية منظمة مجموعة من المواطنين تعبر عن آرائها؟ نحن جينا في وقفة سلمية وقفنا قدام هيئة يفترض على عنها هيئة من هيئات الدولة، وقفنا قدامها نعبروا عن آرائنا اللي تمثل شريحة عريضة من الشعب الموريتاني واللي أثبتت التجارب وأثبتت المسيرات واللي كانت آخرها مسيرة نوفمبر على عنها شريحة كبيرة من الشعب الموريتاني. جينا نعبروا عن آرائها، تعرضت لنا قوى القمع بمسيلات الدموع وبالهروات، اعتداوا على المناضلين، حتى النواب ما سلموا، ولعلكم شفتوا النائب النانا متشيخنا رئيسة اللجنة الوطنية في شباب التكتل، شفتوا رئيسة اللجنة الوطنية للنساء التكتل، شفتوا تعرضها للضرب في صوركم، وشفتوا ايضا هم اللي الاصابات اللي اليوم كانت في المستشفى اللي تعرض قدر من المناضلين والمناضلات اللي عزل واللي ما رفضوا اي حجره ولا رفضوا اي شيء سوى شنو هو شنو مواطنين جايين
يعبروا عن آرائهم، رافضين مهزلة انتخابية ما تمثلهم ولا تمثل الشعب الموريتاني ولا يحل مشاكل الموريتاني. الموريتاني اليوم حد يحل مشاكلهم يتجه شو القطاعات اللي تعاني، قطاعات التعليم والصحة، الفساد اللي مستشري. هذه الانتخابات لا حد منها مهزلة مزورة فنيا ونتائجها محسومة سلفا بسبب غياب حياد الدولة وبسبب غياب ترتيب فني لها وبسبب على عن المؤسسة العسكرية تخوض فيها غمار المنافسة بشكل مباشر. ما هي اللي تحل مشاكل موريتانيا وحتى تشارك فيها لا يساهم في تشريع عملية الفساد المستمرة اللي يرزح الشعب الموريتاني اليوم تحتها واللي يعانه الموريتاني اليوم منها واللي ماشى بالبلاد شور الهاوية. لكن السيد أحمد، ولا يعتبر تعرضكم يعني لمضايقة من الشرطة نوع من أنواع الفشل لمسيرتكم المناهضة أو السلمية لإعاقة الانتخابات؟ جيد، نختير باطن نقول لكم على عن الرصاصات الأخيرة كانت اللي كانت نظام للطائع اللي نبدأ ديك الساعة يقمع القوى الوطنية اللي الطالب بالتغيير والطالب بحكامة رشيدة اللي نبدأ للطائع يقمعها. كانت ذيك هي الرصاصات الأخيرة اللي وجهت ضد نظامه موجهة هو ضد راسه. اليوم العبد العزيز ممارساته هذه القمعية، ممارساته ضد المواطنين الموريتانيين اللي مفترض على عنه يأمن لهم الرفاه واللي من المفترض على عنه يحمي لهم ويصون لهم حرياتهم ويصون لهم كرامتهم، ممارساته هذه ضدهم دليل على فشل سياساته ودليل على عنه ما عنده رد مقنع على ذا اللي يقوله. صمود المناضلين اليوم وذباتهم في الميدان وتصديهم بصدور عارية للقمع يدل على عنهم ذا اللي ماشيين فيه مقتنعين فيه ويدل على عنهم اللي ماضين في نهجهم السلمي اللي ما جروا اليوم الفوضى ولا جروا الشيء سوى شنو هو يكون شيء سلمي، على عنهم يعبروا عن آرائهم وعلى عنهم يعبروا عن رفضهم للسياسات اللي تجويعية ممارسة ضد الشعب الموريتاني، رفضهم لنهب الثروات، رفضهم لتشريد الفقراء اللي اليوم يعانوا في الأحياء ويعانوا في القصرات ويعانوا في الترحيل اللي ينزرقوا الشور، ورفضهم للتردي البنية التحتية وتقطع السبل بالمواطنين وعدم وجود أي ملي حلول في الأفق الحل هذه المشاكل اللي تعاني منها موريتانيا. طيب بإجابة مختصرة، هل أنتم ماضون في مواصلة مثل هذا النوع من المسيرات بالرغم من ما حدث اليوم؟ ذي اليوم خلق نحن لا حد يزيدنا إصرار ويزيدنا قناعة على عن ذا النظام على عنه ما هو صالح للسبة وحده وعن الحل الوحيد اللي يقد يأمن تطلعات الشعب الموريتاني ويأمن له حياته الكريمة هو برحيل هذا النظام. نحن ماضين في نضالنا السلمي، القمع يزيدنا إصرار، الاعتقالات تزيدنا إصرار، التعذيب يزيدنا إصرار على عن ذا النظام على عنه ما هو صالح للموريتاني ولا صالح. طيب نظرا للوقت شكرا جزيلا لك أحمد والحمدان مسؤول الإعلام في حزب تكتل القوى الديمقراطية. قال كان حميد بابا رئيس حزب حركة التجديد إن يوم 23 من نوفمبر سيكون يوم حداد على الديمقراطية في موريتانيا، داعيا جميع السياسيين للوقوف فيه إلى جنب الديمقراطية. واعتبر حمدين أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات ستندم عما قريب، مشيرا إلى أنها تشارك في انتخابات ليست نزيهة ولا توافقية. اختتم المعهد الوطني للشؤون الدولية ورشة تكوينية لفاعلي المجتمع المدني استمرت 3 أيام بتمويل من سفارة المملكة الهولندية بدكار. تهدف الورشة التي نظمها المركز إلى تكوين ممثلين في منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان وسلك المحامين حول دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات. تسارع وتيرة التنافس الانتخابي تلقي بظلالها على المشهد السياسي بولاية ترارزة في الأيام الأخيرة من الحملة الممهدة للاستحقاق 23 من نوفمبر. إلا أن تلك الحملات تمتاز بالحضور القوي للفن الفلكلوري الشعبي. كاميرا الوطنية ترصد الأجواء الانتخابية العامة في ترارزة من خلال تقرير محمد سالك داهي. اقتربت ساعة الحسم الانتخابي فبدأت الأحزاب المشاركة تكثف نشاطاتها الدعائية. ولاية ترارزة ليست نشازا عن غيرها من الولايات، فقد تضاعفت وتيرة السهرات الانتخابية على مستوى الولاية، إلا أن تقييم الحملة لم يكن مرضيا للجميع. وقبلنا نحاور عن النظام من أجل استقرار موريتان ومن أجل تحقيق الديمقراطية من موريتان، وتوافقنا لبعض من النقاط اللي شبههم ضمانات الانتخابات الشفافة. يا غريان الأسف لاحظنا
عندنا بعض الملاحظات اللي ما تساهم بتحقيق ذو الاهداف والاسباب اللي جعلوا بأننا مشينا بالحوار مع النظام. الطابع السياسي والخطابي لم يكن المسيطر على أجواء الحملة، إذ ظهر الفلكلور بقوة على مستوى السهرات الليلية، ليشترك في ذلك الصغار والكبار، فلكلور طالما تميزت به ولاية طرابلس. ومعنا عبر الهاتف من مدينة روسو مراسلنا محمد دو والسيد الفالي. محمد دو، ما جديد الحملة الانتخابية في مدينة روسو؟ محمد دو، ألو زميلة. نعم محمد دو، مساء الخير. وأنت تسمعينني جيدا؟ ما جديد الحملة الانتخابية في مدينة روسو؟ تتواصل الحملة الانتخابية على مستوى أقول على مستوى مدينة روسو بشكل عادي، وخلال زيارتنا اليوم لمكتب اللجنة المستقلة للانتخابات أفاد هؤلاء أن كل آليات التصويت وصلت بشكل كامل، وأن لجان الإشراف أصبحت معروفة وتم تكوينها على هذه العملية. أما الجو العام للحملة فالحملة تسير بشكل عادي، وكل الأطراف تعمل من أجل كسب أصوات الناخبين بكل الطرق والوسائل. المتتبعون يرون أن لغة جديدة بدأت تظهر في المهرجانات، حيث يسعى البعض لإظهار سلبيات الطرف الآخر من خلال تناول المترشحين من زاوية نقدية بحتة. ذمة كذلك بعض الأمور التي بدأت تزداد وضوحا وتهم الناس كثيرا هنا، فقد تأكد أن قوات الأمن ستصوت يوما قبل الاقتراع، وأنها لم تتلقى أي أوامر بشأن التصويت. بعض المراقبين يقولون إن برامج المترشحين لم تجد وقتا كافيا من تحملتي نتيجة لتركيز متكلمي المهرجانات على مدح المترشحين، في حين يرى آخرون أن الأموال التي تهدر في الحملات في الصور والشعارات كانت كافية لإنجاز مشاريع يستفيد منها الجميع. كما يرى هؤلاء أن ناسا عادوا غابوا طويلا عن مدنهم رجعوا من جديد ويعملون على إحياء العلاقات والعهود، وأن الهواتف التي كانت مغلقة أمام المعارف أصبحت مفتوحة على مدار الساعة. إنها الحاجة تقرب البعيد وتفتح المغلق، ولكن ليس لوقت طويل، فأيام الحملة تسير بسرعة مذهلة، وحال ما ينتهي الاقتراع تعود حليمة لعادتها، وقد تستمر للسنوات الخمس المقبلة. وتجدد الحاجة حينها يدعو هؤلاء ومهندس هذه العمليات ليعودوا من جديد ويدخلوا من أبواب أخرى، وتلك دوامة لم يمل لها الموريتانيون رغم علمهم المسبق أن نفس الأشخاص السابقين هم من يقف وراء الوجوه الجديدة في محاولة يائسة وخجولة. محمد، هل تسمعني؟ ليس لتجديد الطبقة السياسية محمد، ولكن لدخول الوجه. نعم عليك الوا. محمد، شكرا لك، مراسلنا من مدينة روسو محمد والسيد الفالي. نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مهرجانا شعبيا في ساحة ابن عباس أطلق عليه اسم كسب رهان التغيير. يأتي استعراض تواصل لجمهوره ضمن ما يعرف بالحشد المضاد الذي أعلنت عنه أحزاب المنسقية المشاركة في الانتخابات بالموازاة مع محاولات الإفشال التي تقوم بها الأحزاب السياسية المقاطعة. دخلت مجموعة من السجناء السلفيين الموريتانيين في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع زميلهم المرابط والخطري، وأشار السجناء إلى الأوضاع الصحية المتدهورة للسجين إلى أن الأوضاع المتدهورة للسجين هي ما دفعت
والخطر إلى تقديم طلب لإدارة السجن يسمح له بالعلاج من الداء الذي ألم به، لكنها رفضت الطلب وذلك ما جعلهم يعلنون التضامن معه. يشار إلى أن مجموعات من السجناء السلفيين يقضون عقوبات متفاوتة في السجون الموريتانية. تعيش مدينة تنبدخة في ولاية الحوض الشرقي منافسة شرسة بين الأحزاب السياسية، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المدينة من تدن في الخدمات والبنية التحتية لم تفلح البلديات المتعاقبة في التخفيف منه. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هكذا تبدو من بعيد مدينة تنبدخة التاريخية التي تحكي قصة صفحة مجيدة من تاريخ موريتانيا، لكن هكذا تبدو من قريب. أبنية دارت عجلة التاريخ من حولها بسرعة، فبقيت هي كما كانت منذ عقود من الزمن، بنى تحتية هشة ومباني متهالكة تذكر الزائر بمباني قرون خلت. خالي ورانا ساكنين لا في الطين وعدلاني يرقبنا، والله يرقب علينا شيء يطيح علينا، والله يطيح علينا انداره يستنفعوا معانا يبنونا، يقولوا عن مساكن ولا عندنا شو ضعافين، سمعت خلاونا بقى مهم انه يعدلونا شيء صالح، يقولوا عنا الطين يبنونا بيته والله يعدلونا شيء. وسائل البناء التقليدية لم تتغير، واسم المدينة أقرب إلى المجاز منه إلى الواقع الحضري، وهكذا يبدو. فهي مدينة بالمعايير المحلية وليس بالمعايير الدولية، فلا جسور ولا عمارات ولا صرف صحي. شوف احنا هذا الحمد لله فضل مولانا، اوائلنا واوائلك ماتوا مثلا في الارض بنايه ويعدلوا الشلاش ينقالوا طين، طين تبغى هذا هو اللي نبنوا به ونقضوا فيه السحاب، مسألة السحاب تغمر الاراض منها اللي ما كيف تقع شو مسألة الطوفان، وقطعنا نقضي به حياتنا نبنوا به ونلبخوه مثلا في الصيف عيالنا لبخه واحده ونقضوا فيه السحاب كما يشاء، عدلوا لنا مساجدنا ونعدلوا لنا مقصيناتنا ونعدلوا لنا مثلا نوع من البنيه كان ينقالوا كراكلو. عمر المدينة أكبر من عمر هذه العجوز التي تقول إنها ما زالت تعيش بنفس الوسائل البدائية وتسكن مساكن الطين مذرات النور. سكان المدينة يشكون الهشاشة والفقر إلا من رحم ربك. مخلوقة مولانا والله ما عندي رقم ولا عندي شيء مقدر، والله هلا مسكينة وإذا العام السنة داري ما وعدلت إيش لا نقول نكون ذا نقولهم اللاذة تسولوا عن سيما، سيما هما واحد راهما واحد البانين، سيما هما بانين الخوبات وبانين البيوت وبانين بيتين وثلاثة وأربعة. لكن هذا لم يمنع السياسيين بأغلب أطيافهم من إلقاء ثقلهم لنيل عمادة أو مقعد البرلمان في هذه المدينة. أطلق المرشحون الوعود الوردية نفسها كما أطلقها أسلافهم. رفع مستوى عيش السكان، تحويل المدينة التاريخية إلى مدينة حديثة. لكن المدينة لم تتغير وربما لن تتغير بمجيء آخرين، في انتظار وعود حملة انتخابية في القادم من العوام. ومعنا عبر الهاتف من مدينة تنبدغة محمد الجعفري مناضل في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. الأستاذ محمد، كيف تفسر فشل الأحزاب السياسية التي تولت تسيير هذه المدينة ولم تفلح في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين؟ اللي تقولوا خارج فين قالوا البلديات موريتانيا العمد اللي تعاقب عليهم ما دخلوا شيء من يعدلوا شيء صالح للبلديات، غير احنا مازلنا جاي من بعيد لان احنا موريتانيا الباديه والمواطن الراس هو اللي ساعد في القمامات والاوساخ، حتى منهم قاعد المتحضر البدوي على هذاك الاساس نختار نقول لكم على الحزب اللي احنا ندافع عنه اللي انا نتكلم عنه الاتحاد مجلس الجمهوريه ما ادخل حاله بيرفع من شان المواطن، وداروا عدلوا ياسم المنشات اللي تضمن له الرفاه وذا كامل، ودار له مثلا قمامات دارهم طرح لهم اجهزه وبعض امور ياكلوا من دارهم، غير احنا هم اللي نساهم كيف قلت لكم كيف قلت نساهم وش قال له الوسخ ولا كامل، وعلى هذاك الاساس هم بعد ما دخلوا شي العمد وتعدال شي دائما ينوهوا النوافذ المعقوله، مع ان الميزانيه
ما هي كافية، ميزانية البلدية ما تكفي ذا كامل. وارد مولانا على انه ما هم باخذين شي كانوا في الماضي وفي الحاضر ملي، وارد مولانا هذا الوطر اللي احنا مقدمين في اتحاد مجلس الجمهورية لا عندهم كفاءات دور تضمن لهم استمرارية اللي كان خالد، ودور يزيدوا اكثر، الدور لا يزيدوا اكثر حسب مثلا معرفتنا بهم بهذا العمد اللي يارك بديره، لانهم دوروا لا يرفعون من شان المواطنين ولا يبخلوا شيء، وهذا ما انهم اللي داروا عليك الاساس التصحيح ذاك اللي كان خالق ينزال ويندار ملي في اطار يعود اهم ويعود ملي يضمن الرفاه للمواطن ويضمن لهم اليوم استمراريه اللي لا يعدلوا. هذه هي الامور اللي احنا بارك قيد انها تعود هذا العمد ان شاء الله اللي جايين المستقبل، انهم يعودوا مشاغلتهم انهم اطور وعندهم كفاءات تضمن لهم انهم يعدلوا شيء صالح للناس. ولا معقول قاع المواطنين تلاقوا قابلين الرقاش ما يعدلهم شيء صالح، المواطن قاع فهم وشافع لان حد كامل ما هم عدلوا شيء ما تلقاع هو صايب اللي يعود مرشحه والله. واحنا بعد نعرف عنه نعرفوا على انه في حزب الاتحاد الجمهوريه ما لين بخلوا عمدنا هذا، وهم الرسم درنا لهم درنا اطارات كوفو منقره لا لا. شكرا جزيلا لك المناضل من حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه محمد دول جعفري. الان الى جديد الجوله الاخباريه. الجولة الرياضية من قناة الوطنية، أهلا بكم. أفادت مصادر إعلامية مطلعة لقناة الوطنية أن المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني باتريس نيفا على وشك استدعاء قلب الدفاع الصرب لنادي تفرق زين إبراهيم والبوبكر الملقب نيستا لتشكيلة المنتخب الوطني للمحليين التي سيعلن عنها في الأيام القادمة للدخول في معسكرات تدريبية استعدادا لنهائيات إفريقيا للمحليين والتي تحتضنها جنوب إفريقيا مطلع العام القادم. ويعتبر إبراهيم نيستا أحد أفضل المدافعين الموريتانيين قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة. وقع نادي زمزم بطل الكأس الوطنية رسميا مع حارس مرماه السابق محمد السالك الملقب كاسياس ليعود بذلك الأخير إلى ناديه الذي قاده للتأهل للدرجة الأولى الممتازة في موسم 2011. وبذلك يواصل زمزم انتداباته بعد نجاحه في التعاقد مع نجم الكرة الوطنية والتقدم في الفترة الماضية، جدير بالإشارة أن نادي زمزم سيواجه فريق أفسن وديبو بطل الدوري في نهائي كأس السوبر الوطنية يوم عيد الاستقلال. بلغ المنتخب الكاميروني نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في البرازيل العام المقبل بفوزه الكبير على ضيفه تونسي بأربعة أهداف لواحد مساء أمس في ياوندي في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية. كان المنتخبان يتعادلا ذهابا بدون أهداف في راداس، وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها الكاميرون العرس العالمي بعد عوام 1982 و 1990 عندما بلغت ربع نهائي، و 1994 و 1998 و 2002 و 2010. ولحقت الكاميرون بنيجيريا وسهل عاج اللتين حجزتا بطاقتيهما سلفا على حساب اثيوبيا والسنغال، علما بان الثلاثي نيجيريا وسهل عاج والكاميرون مثلا القارة السمراء في المونديال الاخير في جنوب افريقيا عام 2010 الى جانب الجزائر وغانا اللتين تلقيان معا بوركينا فاسو ومصر غدا الثلاثاء في ختام اياب الدور الحاسم. يسعى نادي روما الايطالي للحصول على خدمات النجم الارجنتيني خافير باستوري لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الاعاره وفقا لما نشرته صحيفه الكوريري ديلي سبور الايطاليه. وتدور الشكوك منذ فتره حول مستقبل اللاعب مع فريق يرغب اللاعب بالرحيل في ظل عدم مشاركته بشكل اساسي مع الفريق. ويسعى ساباتيني المدرب الرياضي لفريق العاصمه الايطاليه للحصول على لاعب لتدعيم خطه الامامي قبل الدور الثاني لمسابقه الكالتشو لمواصله المنافسه على اللقب. نهاية الجولة في أمان الله. نهاية نشرتنا، نعود لنذكركم بأبرز ما جاء فيها. الشرطة الموريتانية تفرق بالقوة وقفة لحركة مقاطعون أمام مبنى اللجنة المستقلة للانتخابات. تواصل يحشد أنصاره في ساحة ابن عباس خلال مهرجان كسب رهان التغيير. ولاية ترارزة حضور قوي لفن الفلكلور الشعبي في الحملة الانتخابية. مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني info@alwatania.mr.
لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء في أمان الله. Olton jejjite adimen ñane no gasse 3 novembre so Allah jabi.